رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل أسرة الفقيد الشيخ الأحمر. اللواء الزبيدي يلتقي بعدد من السفراء في العاصمة السعودية الرياض. وزير النفط ومحافظ حضرموت يتفقدان ميناء الضبة ومواقع المصفى والمنطقة الصناعية. الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت يطلع على سير التجهيزات لإعادة تأهيل محطة الريان. والقائد التميمي يكرم فريق لواء الأحقاف الفائز ببطولة الذكرى السادسة لتحرير ساحل حضرموت.